أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. السلام عليكم إخواني وأخواتي brothers and sisters, welcome my YouTube channel Quran Host. مرحبا بكم للجميع. مضيف القرآن الكريم, please subscribe other channel Quran Teacher USA, like follow our Facebook page. If you need Quran teacher then you contact me anytime from any country. Now we practice Surah Al-Muzzammil part number 1 inshaAllah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه أو زد عليه ورتل القرآن ورتل القرآن أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا 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 إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطأ هي أشد وطأ وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا إله لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم واهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني وذرني والمكذبين وذرني والمكذبين أولي النعمة أولي النعمة ومهلهم قليلا ومهلهم قليلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما
وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض
يبتغون من فضل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا إن الله غفور رحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا for watching my brothers and sisters please subscribe the channel Quran Teacher USA and Quran Host like follow our Facebook page if you need Quran Teacher then contact me on the WhatsApp number Assalamu alaikum wa rahmatullahi